ثريا حمد أحمد الزعابي لاعبة الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى، وهذه قصتي التي تتحدى المستحيل. أنا أحب الرياضة منذ نشأتي، وليست بألعاب القوى، إنما هي الرياضة الشمولية. مثل ما قلت لك، كنت لاعبة سلة، طائرة، وجري. الصعوبة وجدتها في بداية إعاقتي، وأنا أشهد بهذا. كانت الإصابة أشد وعالم جديد علي، لكن وضعي البدني أجبرني بأن أنخرط إلى عالم ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة بألعاب القوة، لكنها أيضاً متعبة وتحتاج جهد أكبر بكثير، وهي أنا أراها للأسوياء أفضل، لكن لا نمنع أنفسنا بأن نقود هذه الموجة، وأن نضع أنفسنا وبرزنا أن ذوي الاحتياجات الخاصة بقادرين على تحدي أوضاعهم البدنية وإلى التميز والأخذ بألعاب ذوي الإعاقة بالمستوى الأعلى والأرقى. لكن مع إرادتي، مع عزيمتي، مع ثقتي بالله بأن الله معي، وجدت التسهيل مع مر السنوات ومع استمراري للتدريبات والمعسكرات المكثفة، وجدت الأرقام ترتقي وتعلو، وهذا جعل الحماس أكثر إرادة وأكثر عزيمة. يا ثريا أنت قادرة تسوين، يلا أكثر، وهو السبب من حولي المحبة والابتسامات والتهنئات أكثر إبرازي للمنصات الأولى. نعم، لله الشكر والحمد، دعاني أن أبذل إلى جهد أكبر وعطاء أكثر وتحدي أكثر، لأن لا مستحيل مع الإعاقة مع الإرادة، ولا إرادة مع المستحيل. الرياضة وجدتها هي الأمل، هي العطاء، وهي تجديد لعضلاتي المرتخية، ومن الحالة الانطوائية والاكتئاب إلى حالة العزيمة والأمل والابتسامة المستمرة. ولله الشكر، هذا ما وجدته باستمراري عبر رياضة ألعاب القوى واللياقة البدنية، بتحسن بدني بالوضع الأفضل عما كان به سابقا، ولله الشكر. وهذا ما جعلني طامحة دائما بالرقي والعزيمة والإرادة بأن أجد ألعاب القوى برمي الرمح والجلة والقرص بما يناسب وضعي البدني الحالي، ووجدت الأمل بيرتفع بالتميز والانطلاقة العليا، ولله الشكر. تمثيلي لأولمبياد، إن كانت 2008 بالبيجين أو 2012 إن لندن، والآن أكثر تحمساً بأن أؤديها في 2012 بالبرازيل. شعوري تمثيل لدولة الإمارات بكوني سفيرة دولتي، إعطاء اسم دولتي تاج على رؤوس كل من أراه عبر الملاعب، عبر الساحة، عبر كل مكان. فأنا دولة الإمارات، بطولة العالم ستتحدى المستحيل. أدعو كل من يسمعني أن لا يخسر لحظات الدخول إلى ملعبنا ورؤية لعيباتنا ولعيبينا المختلفين وقدراتهم الجسمانية رغم وجود الإعاقة. هذا توضيح شامل أن هذيل الناس بقادرين وليسوا بعاجزين، وأنهم هم مثل ما نقول كفوا يمثلون دولهم بالصورة المشرفة. مع محبتي وتقديري واحترامي، حاولوا تاخذون التذاكر وتشرفونا عبر ملعبنا لبطولة ألعاب القوات. بانتظاركم، أهلا وسهلا، باي باي.